السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي حبابي وصحابي وبنياتي واخواتي وكل واخواتاتي وكل الناس، مرحبا بكم. نشكر كل المتابعين لقناتي، نشكرهم برشا سواء كان القدم او الجدد اللي دخلونا اليوم اللي مات هذوما الاخرانيين الكل او اللي باش يدخلوا، مرحبا بكم. نحبكم برشا 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 قبل حتى ما نشوف تعليقاتكم. اليوم باش نعملوا أكلة زمنية على طريقتي، قليلة الزيوت وما تقلقش في المعدة بالنسبة للناس اللي عندهم معدة. كيما تشوفوا أنا كنت لبرا نهرس في شوية ثوم على خاطر احنا الداخل ما نجمش على الرخام وعلى الحس سادة ولوح ما تنجمش، خاطر كان تهرس يعني تحس المهريس يسمع على خير الدنيا. فكان وقت الصباح بكري خرجت وهرست في مهيرس صغير شوية راس ونص ثوم ومعها تيبلو كروية. كل هنا حطيت مغرفة بركة، عندي لحم الراس وعندي لحم العلوش. باش نبدأ نحط نفوح الحمات متاعنا، عنا شوية زيت ما كثرتش برشا خاطر باش نحط في القلية، مغرفة طماطم كيما تشوفوها كبيرة مغرفة فقط وشوية ملح وعريشة رند، راس متوسط بصل، موثت الطماطم موثتها في شويه ماء، وعندي الثوم راس ونص ثوم اللي عملته من نحب برشا الثوم في الملوخيه، حطيت عليه شويه ماء موثته وبعديك حطيته على اللحمه نتاع اللي باش نطيبوا بها الملوخيه اليوم. وعندي طبعا الهريسه الفلفل العربي اللي جبته من تونس طبعا نهرسه باش نفوح بيه، وعندي فلفل كحل هرسته بالمهريس وطبعا فوحته ايضا. وتوا باش نخلطهم بالكداب فيهم كيتا ماء، ما تكونش شفتوني ما ثمش برشا ماء برشا حديد برشا ونكيتا زيت ونخلطهم ونخبي. المفروض انا عملته من الليل لكن انا خاطر نسيته في الليل، خرجت اللحم متاخر من الفريزر فعملته في الصباح حتى تقريبا 3 ساعات، ومن بعديك طيبت الملوخيه وحدها ومن بعد رميت فخليته على جنب اللحمه. وتو هنا عندي 400 ملي زيت اقل من نص لتر، انا في العاده بصراحه نحط 700 ملي يعني اكثر من نص لتر زيت هكاك نحبه، نحب فيها برشا زيت لكن المره هذه على خاطر خاصه وزمنيه وما حبيتش نكثر الزيت برشا، والاكلات الزمنيه كلها هي صحيه ما فيهاش ما كانوش يحطوا ياسر زيوت كيما احنا توا بدعنا ولينا ياسر نحطوا زيت في الملوخيه. المهم قليتها المره الاولى دقيقتين فقط في الزيت، حطيت شوية ملح، كنت مغلية الماء كيما تشوفوا، زوز كسار من هذوما حطيتهم بعد ما تقليتها دقيقتين فك الزيت هذاك. والملوخية كيما شفتوا ثمانية مغارف خاطرنا عيلة تبارك الله، معنا حطيت ثمانية مغارف بودر متاع ملوخية، الملوخية الناشفة. هنا بعد ما غليت تقريبا ساعتين وشوية مشيت رميت اللحم متاعي ديك المفوح الراس العين والوذن واللحمة الهبرة بالنسبة للعلوش، وحطيتهم الكل ليك وخليتها تطيب تقريبا قرابة 5 ساعات. حتى لو كان اللحم صغير معناها تطيب في ساعة نجم تنحي اللحم وتخلوه يتكمل تطيب وحدها، لكن أنا جاتني بالضبط ها هي حاضرت ما شاء الله، ما فيهاش برشا زيوت، فيها شوية لمحالة لا بد فيها زيت لكن بنينة والله العظيم. أنا ناكل فيها ونقول أنا مغرورة، نقول يعطيك الصحة ما بينها الملوخية اللي طيبتها على ما عجبتني وبنينة وخفيفة، حسيت خفيفة ياسر وانت تاكل فيها. وعملت معها خبيزة الطابونة هذه إن شاء الله الفيديو الجاي نهبط هيك، ما هبطتهاش اليوم الوصفة فهبط كان الملوخية. يلا توا نمشي، واحدة من الأخوات طلبت مني باش تغسل باش ننظف البلاكارات نتاعي نتاع الخزين والقجورات وكل، فأنا حبيت نوريها. هذا عندي باكينج سودا ملعقة، باش ناخذ ملعقة فقط لأنه ما عنديش برشا باش ننظف، أنا قجر فقط ملعقة فقط. وحطيت معها الخل قد شوية غسيل المواعين بالكمية اللي أنت معناها تحتاجها، وطبعا أيضا الخل الأبيض اللي هو معروف معقم وينظف بصراحة في كل شيء، في كل شيء موجود يعني تدخل فيه الخل الأبيض. هنا تكشكش شفتوا كيفاش، طب باش نمشي ننظف القجرة نتاعي الساعة خاطر كان فيه البصل حاشاكم والفول والثوم وكل، فكان مسخ يعني باك القشور، فباش ننظفها قبل كل شيء. ومن بعد نحط نرغي أكل رغو ذيك الكواليكا ونخليها تترنخ شوية، يعني باش نرغي ندهن كيما شفتوا كي غسلته كول وخليته ترنخ حكيت 10 دقائق، ومن بعد رجعت له
نظفته بالحكاكه الطبيعيه نتاع الماعون. والنجم مش هذي النجم الوصفه هذه راهو نقدو بها حتى الماعون نتاعنا او اي حاجه اخرى في المطبخ. شوفوا لهنا راهو الاسود هذاك اللي شفتوه هذاك تبويطه نتاع اللوح ماهوش وسخ باش تعرفوا به. بعد نظفت به شوفوا حتى من برا النجم ننظفوا به القجورات من برا اللوح نتاع اللون هذاك شوف فاش يلمع وحده. سواء كان تعملوا بالخل وحده ولا بالطريقه هذه تنجم تنظف بها ينحيك الزيوت اللي تتناطر على في المطبخ. شوفوا هذه النوعيه هذه انا حبيت نوريهاكم نستعمل فيها وقت نفرشوا في القجر ونحط فيه الخضار نتاعي حتى تتنفس وما تخمش البطاطا والبصل. وبقيت الخضار من الفلفل ولا ثوم ولا كمان حتى برقدين يعني كل واحد يحب به. نتعدى باش نحب نوريكم حاجه ناخذ رايكم ضروري جدا. يلا حبيت ناخذ رايكم في حاجه اذا عجبتكم نمشي لنفس المحل ونشري منه. فما حبيتش نصور كي مشيت اخر مره ولكن فكرت فيها قداش مره لكن انا قلت خلينا نشاوركم قبل اذا عجبكم المحل هذا انا نمشي نصور لكم حتى من غير ما نشري لاني في الفتره هذه بالذات باش فما تغييرات في الهاوس في البيت يعني كل شيء ما نجمش نشري اكثر معناها اكثر معون ساحه نشوف روحي فهمت. ف شنو المحل هذايا قبل ما نوريكم الحاجات باش نوريك اسمه فقط فما برشا ناس تعرفوا هاو اسمه فالي فيلاج يعني هو الاسم هكاك مختارينه فيلاج حاجه كيما كيا لكن هو شنو يعمل هذايا الناس تجي اللي ما عندهمش مثلا ما عينهمش في معون زايد عندهم باش تنقل باش تحب تجدد تبش عندك تبش زايد في دارك حوايج من لبسه ما عادش ولادك يجيو كله على بعضه ديكورات كل شيء كل شيء كل شيء. المكان هذا الاسم هذا بالذات نتاع الساك هذايا يهزوه ناس تهزم احلى واحد من الناس هزينا كل شيء نعطيهولهم وهما شنو يعملوا هما يبيعوه يحطوا له يريقلوه يعملوا تيكيات ويبيعوه بال والمدخول نتاعو يصدقوه للمستشفيات نتاع مرضى السرطان حاشيكم او الفوق معناها المحتاجين في العياد يعطوهم هدايا لك الاطفال. بالنسبه للناس اللي تجي من برا كيما اللاجئين مثلا اللي عندهم حروب في بلدانهم وجاو كل شيء زاد ايضا يعطيوهم يعمروا لهم الدار يشريوا لهم فتيات يشريوا لهم فروشات لاولادهم الحقيقه يعني هذه من الميزات نتاع كندا من احلى حاجه في كندا الوقفه معناها مع الناس هذوكم. المهم الحاجه هذه هذا طبعا هم اكيد يربحوا منه يربحوا ما همش عاملينه لله كيما نحن 100% اكيد هما صاحب المشروع ياخذ منه لكن في نسبه كبيره تمشي لك الناس الفقراء والمساكين. نرجع لحديثنا الحانوت هذا يحط الحاجات للبيع بسعر معقول احنا نمشيو الكنديز الكل نمشيو ديما نشوفو ونشوفو اش فما. انا جبت حاجه مش باش نشريها ما تعجبنيش خاطر حاجه حطيتها لكن انا نلقى حاجه اخرى نجم نشريها للمطبخ لللبسة زرابي كراسي بيت فطور فهمت حاجات روعة وسع مش كلهم روعة طبعا فما ناس تاع تقديم ياسر ما نجمش نشريه لكن فما حاجات من الباكو نتاعهم يعني كما قلت لكم بأرخص أثمان نشريهم أنا أو يشروهم أو غيري يشريهم زاد تاعي أنا اللي أعطيتهم ولا تاع غيري اللي أعطاه فهمت. فهو مشروع محلاه هو مشروع لو كان يتعمل في الدول العربية يربح برشا وتكون الغاية منه حتى مدخولك انت الخاص يعني مدخولك لعائلتك مش لازم تتبرع به للسبيطار كما هما يعملوا. اما هذو ما تنجم تعمل مشروع في دارك تشوف الناس ما عندهمش حاجات ما عينهمش في حاجات تدور عليهم وتاخوهم فما ناس تتبرع لك الاماكن الراقية طبعا تمشي ويروحوا بهم وتحل حانوت او محل وتبيعهم. من الحاجات هذه لقيتهم انا البارحه مشيت بصراحه عجبتني وقررت اني نوريها لكم. ما كنتش ماشيه لكن مشيت مع بنتي مكان الالعاب تاع ولادها فما هو من المحل هذا موجود بجنب الالعاب تاع الاطفال فمشيت ولقيت شوفوا هذه قال لي هذه شفتوها كيفاش هذه تعمل ان تعجبني نتاع مشي ولا نتاع الشباتي تنجم تعملها ياسر نعمل ان شاء الله نعمل فيها الشباتي فيها كل الحروف
نظيفة، تشوفوا كيفاش من تالي يعني غسلة صغيرة، لكن هي ماهيش أصلي لأنهم الكنديز الناس البيض ما يطيبوش ياسر، على ذيك حاجاتهم تلقاها نظيفة. قديش أخزروا لها قديش؟ زوز ديلا سبعة، سامحوني، سبعة آلاف يعني بالدولار، سبعة دولار وتسعة وتسعين يعني حكاية ثمانية دولار. بالنسبة لثمانية دولار رخيصة 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 برشا، جديدة معناها تسوى بالبدا الدوبل نتاعها أربع مرات جديدة، فهمت؟ مثلا هذه واحدة، ومثلا لقيت ميزان، ميزان جديد احنا في السفر ياسر نستعمل فيه، اخزر له كيفاش اهو 4.99 يعني حكيت 5 دولار جديد ناف كله، اخزر له مسحه تعقيمه طبعا كل شيء لازم التعقيم هذا، هذا تتغير بالنسبه لهذه نجم نعملها بجافي مي وجافيل ولا خل خاصه خل وغسيل معون ياسر يرى ونظف ويعقم به. باش نوريكم قطعتين اخرين مش باش نطول عليكم برشا. شوفوا هذه، هذه الرسيب اللي يعطوك بالوحده، شوف هذه اخضر لها نتاع بيت البانو او حمام صغير، شوف جديده ناف اخضر لها تلمع قديش حق هذه 4 دولار هيك 4 دولار 99 يعني 5 يعني 5 دولار. شفتوا محلاهم زينها، اي نو ربات البيوت تموت على حاجه كذا تموت عليها. شوف هذيا كيفاش هذي معاها يعني تابعين بعضها تاع شامبوانات في بيت البانو كما قلت لكم في بحذا الغسيل الحوض نتاع الغسلين نتاع الغسيل طبعا حمام في الحمام نقصد الحمام شامبوانات دونت فريز شيتا براش تاع سني كله معناها تنجم تستعمل كيما تحب انت تابعين بعضهم تحطهم هذو. شوف قديش انت قديش مزيونه في بيت البانو نتاعك وقديش هذيا، هذه رخيصه، هذه بزوز دولار يعني 2 دولار فقط زوز دولار، وهذه بخمس يعني هذا جديد ما تجيبوش هذيا معناها الدوبل ديما تحط الدوبل نتاعو بثلاث اربع مرات. بصراحه عجبني وفيه اشياء، فيه تحف للدار، فيه معوم، فيه حتى اغطيه، بصراحه الاغطيه ولا ما ناخذهمش والمخادد وكل المرض وكل، لكن بالنسبة للحافات ناخوهم ونغسلهم بصراحة كتواتي هكذا حسيلو. إذا كان تحبوني نمشي للمحل هذايا ونوريكم غاديك ونصوركم الأشياء الموجودة غاديك كفكرة من الحاجات هذايا بالنسبة اللي يحب يجي كندا، موجودة هذايا في كل كندا يعني المحل هذايا موجود في كل كندا، وتشري معناها تجي جديدة هنا وتبدأ شريطها على قدها وشريط رجلها على قدها، فهذه فرصة أنه تعرف ما تشري برشا أشياء من المحل هذايا فقط تعاقبوا وتستعملوا مواعين تناجر سريب السكان توافقوا أنتم وتقولوا لي أوكي أنا تنمشي به. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو متاعنا اليوم، ما بقى لي إلا نقول لكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسلامة.